الو شيخ سعد، ما بيجوز ولا بأي شك من الأشكال يا شيخ سعد نكفي هيك، ما بيجوز. رح أفقد أعصابي يا شيخ سعد، شو هالحديث هيدا؟ مش بس رح أفقد أعصابي، ولك فقدت ثقتي بحالي، ما بعرف إذا في أمل تتزبط الأمور. شو صار؟ عم تتخيلي يا شيخ سعد إنه أنا كل عمري مشهور بجملة أكيد أكيد أكيد، ما في شك ما في شك ما في شك. عم تتغير وعم بزق لساني وعم بصير قول أكيد أكيد أكيد، ما في جلسة ما في جلسة ما في جلسة. تسمح بالأمر هيدا يا شيخ سعد؟ بدك تساعدني بس ما تعطى الهم، خلص ما تعطى الهم إلا ما نلاقي له حل. ولك ما تعطى الهم، أنا أدى ودود يا شيخ سعد. أكيد أكيد أكيد، ما في جلسة ما في عفوا ما في شك ما في شك ما في شك.